فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يلاحظ في المساجد التي تقام فيها صلاة الجنازة أن الجماعة المتأخرة عن الجماعة الأولى تكون في آخر المسجد، وعند صلاة الجنازة يبقى في آخر المسجد ولا ينضم إلى الصفوف الأولى، فهل عملهم مشروع؟ الجماعة المتأخرة، كيف الجماعة المتأخرة؟ ما هم جماعة واحدة؟ يصلون جماعتين فريضة؟ كيف هذا؟ أو أنهم من فاتتهم الصلاة وأقاموا جماعة أخرى يبقون في مكانهم يصلون على الجنازة وهم في مقامهم ولا يتقدمون؟ إن كان هذا هو السؤال فالأفضل أن يتقدموا وأن ينضموا إلى أخوانهم وتتقارب الصفوف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.